يعني دكتور وائل، مرت 6 أيام بدون تسجيل أي إصابات جديدة في محافظة إربد، ماذا عن اليوم؟ هذا هو اليوم السابع، مثل ما زال سيد نشد بالزول إن شاء الله. نعم. لغاية الآن لم تسجل الحالة جديدة شمالي. طبعا الفحوصات تجرها على شكل مراحل، ونحن ننتظر بعض الفحوصات بعد الظهر. الوضع لا زال كما هو، تراكم الاستقصاء الوبائي تتمارس عملها. نحن في مستشفى الملك المؤسس على أحدث الاستعداد، ونمارس عملنا في العناية بمن تبقى من المرضى. نعم. وهم 44 مريض لا زالوا على قيد الشفاء. نستقبل الحالات المشتبهة، وكل يقوم بدوره. أمس ليلا الساعة 10 مساء تم رفع الحجر الإلزامي عن 17 تجمع سكني وعمارة في مدينة إربد بعد إنهاء الفحوصات المطلوبة وللمرة الثانية. نعم. على ساكنين فيها. سنبدأ اليوم بإجراء مسح أولي للخارجين من البحر الميت وفنادق عمان. نعم. تمهيدا للتواصل معهم وإجراء اللازم. العمل مستمر، وإن شاء الله سيدي الأردن ينتصر دائما إن شاء الله. دكتور وائل، إذن يعني في 44 مريض بالمستشفى، كيف هي الحالة الصحية لهم؟ الحالة الصحية للمرضى المثبت إصابتهم بمرض الكورونا مستقرة، ونحن ننتظر النتائج بعد هذا الظهر لتقرير من سنقوم بإخراجه من المستشفى. جميل، يعني لا حالات حرجة بالنسبة للمرضى المثبتين؟ لا، ليس توجد أي حالات حرجة. نعم. يعني دكتور، ماذا عن إقليم الشمال بشكل عام؟ يعني هل هناك تسجيل لأي إصابات؟ لغاية الآن لا يوجد أي تسجيل لأي إصابات. لم نتلقى أي معلومات من عجلون أو المفرق أو جرش بوجود إصابات، حيث أننا المستشفى الوحيد المعتمد في الشمال لإدخال الحالات المثبتة. يعني إن شاء الله أن يعني نتمم اليوم السابع بدون تسجيل أي إصابات في محافظة إربد أو في إقليم الشمال بشكل عام. عدد الفحوصات التي ننتظر نتائجها دكتور؟ سيدي، إحنا بنجري يوميا ما بين 200 إلى 300 فحص في نعم. في محافظة إربد، وهذه تخرج اتباعا. تعرف في إحنا عزنا في فحوصات في المختبرات، ولكن إحنا يعني رفعنا القدرة تاعتنا في مختلف المختبرات، مختبر المستشفى، مختبر مركز الأمير هيا للسخانات الحيوية، بعض نعم. المختبرات الخاصة. 250 فحص على الأبرج يوميا نقوم بإجرائها. نعم. يعني دكتور، منذ بداية الأزمة كم بلغ عدد الفحوصات حتى اللحظة؟ أقل من 5000 بقليل. أقل من 5000 فحص بقليل. بقليل، نعم. نعم. توصياتكم في اللجنة الوطنية للأوبئة للحكومة حول الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل هذه التطورات الإيجابية من إقليم الشمال؟ سيدي، يعني هذه التوصيات بتتم بشكل تضامني وجماعي داخل اللجنة. نعم. ما نحن متفقون عليه هو إبقاء الحذر واليقظة والتوفز مع التوازن وعودة الناس إلى ممارسة بعض أعمالهم. لكن تعرف الوضع متغير، قد تتغير الأمور يوما بعد يوم، وإن شاء الله نحو الأحسن. نعم. الآن ما بقدر يعني أحكي شو التوصيات، لأن هي عبارة عن عمل جماعي ومشترك ويتم التوافق عليه. نعم، بحاجة لدراسة. نعم. طب دكتور، يعني بعد 7 أيام بدون تسجيل أي حالات إصابة، هل نستطيع القول أن محافظة إربد خالية من كورونا؟ لا يستطيع أحد أن يقول أي مكان في الأردن خالي من الكورونا أو أي مكان في العالم خالي من كورونا. كورونا تتحول مع الوقت إلى مرض وله أعداد معينة، لكن ما نستطيع أن نقوله أن كورونا أصبحت تحت الربط والضبط وبضمن محددات نستطيع التعامل معها وضمن مؤشرات يمكن التنبؤ بما سيحصل غدا أو بعد غد، ولكن لن يكون هناك أي مكان خالي من الكورونا. سيدي، لا نستطيع أن نفحص كل البشر داخل أي منطقة لنقول أن المجتمع خالي من الكورونا. نعم. دكتور وائل، ما هو أثر حظر التجول الشامل الذي اليوم يدخل يومه الثاني على عملية الفحوصات وعلى عمل فرق التقصي الوبائي، وانعكاس هذا كله على عدد الحالات المسجلة؟ سيدي، الحظر الشامل يؤدي أولا إلى التباعد الاجتماعي القهري. نعم. وهذه قضية مهمة جدا في إبطاء سريان الفيروس من شخص إلى آخر داخل المجتمع أو داخل المجتمعات. نعم.
القضية الثانية أنه يتيح المجال لفرق الاستقطاب للقيام بعملها بسهولة أكبر، حيث يكون الناس جميعا موجودون في بيوتهم، حيث كنا نواجه في بعض الأيام عدم وجود المعنيين في بيوتهم. نعم. والقضية الثالثة وهي مهمة جدا، تذكير الناس بأن المعركة لم تنتهي بعد. نعم دكتور. نعم. يعني عن بالنسبة لمحافظة إربد والإجراءات التي تم اتخاذها والنتائج الإيجابية المفرحة التي نسمعها من محافظة إربد، متى نتوقع أو هل هناك وقت متوقع لفك عزل عن محافظة إربد بشكل عام؟ سيدي لا أعتقد بأنه سيكون هناك فك عزل عن محافظة إربد بالنسبة للحدود الخارجية. نعم. أي عزل عن بقية المحافظات، لأنك بذلك يجب أن تنظر إلى الوضع الوبائي في المحافظات الأخرى. في الأول يعني كانت المشكلة أنه يمكن يكون في بؤرة في إربد تأثر على المناطق الأخرى في المملكة. نعم. الآن أصبح الوضع تقريبا متوازن، يعني يمكن كل المناطق تؤثر على إربد أيضا. نعم. قد يكون هناك بعض التخفيف داخل المحافظة، ولكن الحجر أو حظر الدخول إلى مدينة إربد أعتقد سيبقى مستمرا في المرحلة الحالية. نعم. إذن ما يجري هو كما ذكرت قبل قليل حضرتك دكتور، هو رفع الحجر الإلزامي عن بعض المناطق، وذكرت أن هناك 17 بناية وتجمع سكني تم رفع الحظر عنهم. يعني هل بقي مناطق داخل محافظة إربد تحت الحظر؟ هناك منطقة داخل الرمسة حارة معينة. نعم. سيتم التعامل معها في وقتها. نعم. هناك بعض الضيوف في الكرينة في الشمال، في الأغوار الشمالية أيضا سيتم التعامل معها في وقتها حسب البرنامج المقرر لذلك. نعم دكتور، سؤال أخير، ماذا عن تعاون والتزام المواطنين في محافظة إربد؟ كيف تقيم التزامهم؟ سيدي خليني أحكي لك شغلة مهمة جدا. تفضل. الأردنيين هذا بلدهم. نعم. وهاي اللحظات اللي صارت في تاريخنا، إذا كنا بنحب الأردن نقطة كنا نحبه مليون نقطة. سيدي صحيح. المواطنين في إربد بقول لهم أنا يعني شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، لقد كنتم من أنجح هذه العملية، لقد كنتم من أنجح هذه العملية، وإن شاء الله مواطنينا في الأردن هم سينجحون هذه العملية بإذن الله. نعم. يعني دكتور دائما ولا يخفى على أحد حضور جلالة الملك عبد الله. نعم. الثاني في المحافل الدولية، ودائما يرفع رأسنا، ودائما. نعم. نفتخر، ودائما يعني وضع الأردن في مرتبة عالية في المجتمع الدولي بشكل عام. يعني فعليا دكتور صار اليوم دورنا إحنا نرفع رأس جلالة الملك بالتزامنا، وبإن شاء الله نكون أول دولة تقضي على كورونا بشكل تام. يا سيدي آمين من كل قلبي ومن كل عقلي ومن كل قلب أردني يا أخوي. الله يقويك يا دكتور، يعني جهودكم مباركة، نتمنى أن تتكلل بالنجاح التام وبأسرع فرصة ممكنة. عضو لجنة الأوبئة الوطنية مسؤول ملف كورونا في الشمال الدكتور وائل هياجني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.